دلوقتي مع حضراتكم هنتعرف على المهندس سامح ذكري، وهو أحد عباقرة مصر في تصنيع الأساس المكتبي. خلي بال حضراتكم، احنا بنستورد أساس مكتبي بملايين الدولارات، ولكن الآن هذه الصناعة تعمل بقوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر. المهندس سامح ذكري يعمل من خلال مجموعة متميزة من المهندسين والفنيين والعاملين في مدينة العاشر من رمضان، ونجح في إنتاج أساس مصري فائق الجودة ومنافس بشدة في السعر للمنتجات العالمية. سعره تقريباً نص المستورد، وبالتالي استحق الزيارة. خليكم معنا. تخيلوا ان قطع الاساس المكتبي اللي قدام حضراتكم دي مصرية بنسبة مكون محلي بيوصل لغاية 100%، وبعضها بسبب استيراد ميكانيزم الحركة للقطعة بيوصل المكون المحلي ل70% والمكون المستورد ل30%، وده بيكشف مدى قوة صناعة الأساس المكتبي في مصر ونموه بصورة مذهلة. وده باختصار شديد جداً بيوفر على مصر مئات الملايين من الدولارات اللي كنا بنستورد بيها الأساس المكتبي من كل أسواق العالم. القطع البديعة اللي قدام حضراتكم واللي اتصممت بحرفية عالية فعلا وإتقان مذهل وجودة رائعة، سواء في الأخشاب أو الجلود أو الخيوط أو تناسق الألوان، بيقدمها للسوق المحلي المهندس المحترم سامح ذكري، مؤسس شركة أرتستيكو للأساس المكتبي. وهو عبقري مصري نجح في تصميم 6 عائلات من منتجات الأساس المكتبي بكل أشكالها، واستعان فيها بالمصمم المصري الرائع عمر كشك ومصممين عالميين من فرنسا وإيطاليا. ولأنه بيمتلك أحدث معدات تصنيع في العالم وأمهر عماله على الإطلاق، نجح في تحويل تصميماتهم الجميلة إلى واقع أجمل، وبتقدم حلول للمشكلات اللي بتواجهنا عند التفكير في الأساس المكتبي لوحدتنا الإدارية أو حتى المنزلية. وبالمناسبة المهندس سامح ذكري عمل في بداية حياته في قطاع طباعة المنسوجات مع المصمم العالمي لويس بشارة، وبعدها اتغيرت حياته تماماً لما التقى رفيقة كفاحه وحب عمره السيدة إيريني ميشيل، لأن والدها هو أسطورة صناعة الإضاءة في مصر والوطن العربي السيد ميشيل صادق، مؤسس ورئيس شركة ثري براذرز للإضاءة. وبخبرته قدر يكتشف قدرات المهندس سامح ذكري المذهلة في الصناعة وشغفه بيها، فسنده بقوة لافتتاح ورشة خاصة لتصنيع البراويز وحقق نجاح كاسح، وبقى أشهر مصنع براويز وعلامات استرشادية ولافتات في مصر والوطن العربي. وفي نفس الورشة اللي مساحتها 6×7 متر وبنفس معدات تصنيع البراويز والعلامات الإرشادية واللوحات، اتجه المهندس سامح ذكري بمباركة والده الروحي ميشيل صادق لصناعة الأساس المكتبي. وخلال أشهر بسيطة جداً الورشة بقت 5 ورش، وبعدها مصنع في العاشر من رمضان، واتجه للتصنيع بقوة، وكان بيساعده أخوه وسنده المهندس إيهاب ذكري كمدير للمصنع. تعالوا نتعرف على حكاية المهندس الجدع سامح ذكري رئيس شركة أرتستيكو للأساس المكتبي المصري العالمي. وبالمناسبة اللقاء في معرض الشركة في مشروع ديستريكت 5 في أول طريق السخنة. صرح بجد، قصة نجاح عظيمة جدا في صناعة الأساس المصري مكون محلي من 60% ل70%، إبداع ما بعده إبداع، فينش إحنا بنحلم بيه للمنتج المصري في قطاع الأساس المكتبي. إحنا محتاجينك جدا جدا جدا، وخصوصا إحنا داخلين على العاصمة. خليني أسمع الحكاية، إزاي تحولنا من ورشة صغيرة بتصنع براويز لمصنع عملاق وشروم ضخم جدا أو صالة عرض ضخمة جدا في أفضل مكان في مصر. أرتستيكو ابتدى يعني في 2003، فكرة بسيطة
كان وراها راجل عظيم اسمه مهندس ميشيل صادق، طبعا مؤسس ري براذرز للإضاءة، وراجل شغال في الديزاين من فترة طويلة، كان خاص بطباعة المنسوجات. وبعدين حصل ان انا ارتبطت بأسرة مهندس ميشيل صادق 3 براذرز. كنت بعمل ديزاينز يعني في فترة اللي اشتغلت فيها، وفي نفس الوقت كنت بعمل ديزاينز خاصة بيا، وكنت الديزاينز دي بقدر ان انا اسوقها او ابيعها لحسابي الشخصي كمان. ارتباطي بأسرة مهندس ميشيل كانت دي جزء اخر كان يعني جميل في الحياة. بديت يعني بدفعة من رجل أعمال أو رجل صناعة، وده بتمنى وأنا بحكي بتمنى أن كل رجل صناعة ممكن يمد إيد دعم لشاب يقدر أن هو يبتدي إزاي ويقدر أن هو يشتغل معاه. ابتديت بفكرة بسيطة أن أنا إزاي يبقى عندي مشروع، وإزاي يبقى أن المشروع دوت ابتدى في ورشة صغيرة 6 متر في 7 متر، والورشة دي دفع حقها هو بالكامل، وكمان المعدات اللي جات جوه الورشة دي هو اللي دفعه بالكامل وابتديت. خلي بال حضراتكم، المهندس سامح زكري استفاد من مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة بفايدة 5% من خلال البنك الأهلي المصري، واشترى بيها المعدات والخامات وعمل دراسة سوق متكاملة بالتعاون مع البنك الأوروبي للتنمية عن صناعة الأساس المكتبي في مصر، وكلها أكدت أن السوق واعد وأن مصر عندها فرص كبيرة لتصدير منتجاتها للدول العربية والأفريقية. ليه وجهك لصناعة البرواز؟ صناعة البرواز جزء من الانتيريور، وهي جزء مهم جدا جدا جدا، لأنه بيكمل شغل الراجل الديزاينر اللي عمل الفكرة وعمل التصميم وحط المفروشات اللطيفة وحط السجاد. هو الروح بقى. دي لمسة 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 لطيفة. ابتدينا الورشة، وابتدى معايا مهندس إيهاب، وده هنشوفه المصنع. مهندس إيهاب زكري أخويا، وهو خريج فنون جميلة. ابتدينا رحلة كفاح. المسؤولية كانت عاملة إزاي؟ أنا ماسك المبيعات وشوية تصنيع، وإيهاب ماسك التصنيع، وكان بيشتغل بارت تايم في الوقت دوت، ما كانش الوقت كله يعني. ومعانا بقى شباب صغنطتين كده جايبينهم 2-3 بحكم ان دي ورشة صغيرة. وابتدينا نعمل منتج مسمينه باسم ارتستيكو من البداية، برواز يتباع في الاستوديو، وده كان ابسط حاجة في الوقت ده فهمنا ان احنا نعمل كده. بعد شوية وانا في قلب السوق ده فهمت ان في حاجة، في احتياج كبير للبرواز في الاوتيل، ومصر كان فيها نهضة في الوقت ده للاوتيلات كتير. ابتديت اسافر بره كتير ان انا اشوف الناس اللي بتبيع ارت وورك، يعني كان في ناس متخصصة، شركات متخصصة. الشركات دي دورها ان هي تجمع اعمال فنية من الفنانين وتبتدي تحطها في كتالوجات. الكتالوج ده يروح للانتيريور ديزاينر، يبتدي يختار الحاجات اللي تناسب الفرش بتاعه. ابتديت اجمع الكتالوجات ديت، وابتدي اخاطب المكاتب الاستشارية، كل واحد حسب فكره، وانقي معاه قطاع البرواز اللي هو هيبقى شغال. مثلا لو ده خشب مثلا موجنا، لو هو بيشتغل باكسسوار مثلا ذهبي او اكسسوار فضي او واتيفر، احنا بنقدر ان احنا عشان التناغم في عشان التناغم في المكان. ووقف الكلام ده النهارده لا، ما بنشتغلش في الفريمز، لانه احتياج الصنعة، الدنيا اتغيرت. احنا في المصنع النهارده بقينا مركزين في الديزاينز بتاعه الفرنيتشر اكتر. يعني هي الحته ابتدت تاخدنا، الدنيا ابتدت تاخدنا في سكه جديده. وبعد البرواز كمان احنا اشتغلنا في الساينج. دي كانت مرحله مهمه جدا في الحياه، لانه العلامات بتاعت العلامات الارشاديه من اول رقم الغرفه جوه الاوتيل للدايركشن ساين للاكزيت ساينج، ازاي تدرس ده وازاي تمر بيه، ولحد الميجا ساينج اللي فوق المباني اللي هو الحرف الليتر اللي ممكن يوصل ل3 متر ويبقى منور ازاي. المصنع ابتدى يبقى فيه عده مختلفه عن بتاعه البرواز، ابتدى يبقى فيه ليزر، ابتدى يبقى فيه رواتر، ابتدى يبقى فيه مكن تلميع، ابتدى يبقى فيه مكن طباعه، ابتدى ياخد شكل صناعي اكتر من حرفه البرواز. دخول الفرنيتشر او دخول الاوفيس فرنيتشر من كام سنه؟ 2018 بدايه حقيقيه، يعني 2018 مارس 2018. جهز قبلها بثلاث سنين زيارات لمعارض كتيرة، زيارات لمصانع بتشتغل في القطاع دوت. أنا محتاج إيه ميكانة عشان تكمل المصنع دوت، أنا محتاج أتفرج أكتر، محتاج إن أنا أظهر بشكل مختلف. الحقيقة فضلنا نفكر كده لحد ما ابتدينا ديزاين مع صديق، ابتدينا نعمل فكرة اسمها دومينو. الدومينو ده لعبة، حولنا اللعبة المكتب، يعني القرصة بتاعت المكتب شبه لعبة الدومينو. صحيح،
صح كده؟ كانت فكرة أو بلاطة الدومينو. بلاطة الدومينو قرصة فيها أربع نقط كده شبه بلاطة الدومينو بالظبط. إزاي تخلق من الموضوع ده أنت والديزاينر اللي شغالين إزاي تخلقوا موضوع كامل على بعضي. كنا مفيش خبرة خالص في حاجات كتيرة مش عارفينها لحد ما طلعنا مكتب وابتدينا نفهم بقى الله ده في مكتب في حاجه اسمها ورك ستيشن في حاجه اسمها مكتب اكزيكتيف في ميتنج روم البنود ايه. حجزنا مكان في معرض وخدنا مساحه 60 متر ودي كانت مساحه كبيره جدا لان البرواز دايما لما كنا بننزل في اي معرض انت محتاج مساحه صغيره. نزلنا متخوفين جدا احنا فين. اكتشفنا واحنا في المعرض الناس كلها مرحبه بينا كل الزملاء اللي في قلب الماركت ناس جايين يشوفونا وانتوا تراكوا انتوا اوروبيين انتوا جايين منين ايه البراند ده ايه. بعد الفتره ديت ابتدينا نتعرف في قلب الماركت ابتدى مبيعات المصنع اللي كانت صغيره في ايام البرواز والساينج تتضاعف. ادانا ده قوه اكتر ان احنا نشتغل. ابتدينا نفكر في نكمل الديزاين بتاعنا ازاي ازاي الديزاين ده بفيه كل حاجة. طب الديزاين ناقصه كرسي عايزين نعمل كرسي وابتدينا نفكر ازاي نصنع كرسي كويس. ابتدينا نعمل ديزاين لكرسي وبعدين وراه ديزاين كمان. حقيقة رحلة الصناعة هي رحلة شغف مستمر. انت في حالة حراك دايما انت حابب اللي انت بتعمله انت سعيد كل يوم ان انت تصحى الصبح تروح تدور على الجديد في مصنعك ايه. الحقيقة ابتدى المصنع في الوقت ده يكبر بتيم من الشباب القوي جدا معايا انا وإيهاب. ابتدينا نحط متحمس للفكرة طبعا. النهاردة احنا بنختار ناس عندها شغف. طلعنا الديزاين الاولاني ابتدينا نكمله وابتدينا نطور فيه وطلعنا ديزاين بعده تاني وتالت ورابع ست موديلات مختلفين خالص عن بعض. يعني انا ممكن افرش بالدومينو ممكن افرش بموديل تاني اسمه بيزك روح تانية خالص ممكن افرش بموديل اسمه جيت ممكن افرش بموديل اسمه كواترو. والتصميمات دي بتغطي كل الاحتياجات اللي شغالين طبعا سواء أكيد. رئيس عمل او طبعًا. الموظفين طبعًا. اللي شغالين طبعًا. او حتى فنيين طبعا طبعا بتغطي احتياج بتغطي لان انت في حالة تلامس مع السوق بصفة مستمرة. النهاردة اي حد بيتفرج على الميديا يقدر يجيب صور كتيرة جدا لكن الصورة بتاعتك فين انت صحيح. فين يعني انت فين. فانا دايما السؤال اللي محيرني احنا فين اللي تخلي محدش نفسك في سعر ده حقيقة. تبقى بعيد عن الجزئية ديت اللي ما تخليش حد ينافسك في سعر اللي ما تخليش فيه انت مش شبه حد. في الأربع سنين دي خامس سنة احنا بنشتغل فيها احنا عاملين يعني عاملين تحالفات مع ديزاينرز وفنانين ان احنا نقدر نطلع شغل ازاي. عندنا الشباب اللي احنا اتكلمنا عليهم موجودين في المصنع. احنا معانا مكتب فني قوي جدا. المكتب الفني عندنا منقسم لتلات اجزاء. جزء ديزاينرز وشوب دروينج اللي هو هيعمل التصميم او هيطور التصميم وهيعمل الشوب دروينج اللي يركب على المكنة لأن المصنع كله شغال بسي ان سي. يعني احنا ما عندناش حد بياخد حاجة وينزل يقطعها على مكنة لا هي المكنة اللي بتقوم بكل حاجة. المكن ده في البداية قبل ما نطور التطوير اللي بقى موجود في المصنع بمكن حديث أحدث كنا لازم نرسم رسومات شوب دروينج والشوب دروينج ده يخش على المكنة فيقطع الأكريليك. لما المصنع ابتدت مبيعاته تزيد ابتدى حلمي كمان يزيد لانه كمان في برضو وانت شغال في الرحلة لقيت مثلا مبادرة زي بتاعة البنك الاهلي دخلنا فيها. المبادرة دي هيئتنا ان احنا نشتري مكان جديد. ده المزيج اللي احنا اشتغلنا عليه وده الحقيقي يساعدنا في السكة ان انت يبقى عندك ديزاينز كويسة انت مهتم بالديزاينرز اللي شغالين او المصممين اللي شغالين. فالجزء اللي في الشباب اللي موجودين جزء تطوير الديزاين وشوب دروينج اللي شغل مكانك. اسألك سؤال اتفضل. النهارده وانا عندك شفت شركه عالميه بتفتح في مصر وجايبين خبير اجنبي عشان ينقي الاساس بتاعهم. اكيد بتقابل خبراء في العالم في صناعه الاساس المكتبي. رايهم ايه في الاساس المصري؟ تجرد من ده اساسك. الحقيقه بص الشركات العالميه اللي جايه تفتح في مصر بتبقى حريصه ان هي تدور على برودكت من القلب البلد. يعني هو عايز يشوف البرودكت المصريه شكلها ايه. فبيبقى متخوف شويه هو واخد على طريقه معينه او على كواليتي معينه. فلما بيجي الحقيقه بيبقى سعيد
وبيبقى مبسوط من الكواليتي اللي موجوده وبيبقى ليه طلبات. احنا بنحاول جاهدين لان احنا في النهايه مصنع. انا يعني انا اقدر اشوف السبيكس اللي هو طالبها ايه واقدر اسعى ان انا احققها. العماله دي جبتها منين؟ هقول لك على حاجه. احنا يعني كاداره انا ومهندس ايهاب عندنا نفس طويل، سياسه نفس طويل. احنا تقريبا المصنع ما فيهوش حد جاي من اي قطاع من يعني من اساس مكتبي. طبعا احنا بنقي صنايعي ماهر، مش شرط ان هو جاي من القطاع دوت. انا ما يهمنيش دوت لان انا هعمل زي ما اتفقنا ديزاين جديد، هعمل له رسومات، هستخدم المكنه بتاعتي. فانا الميكنه بالنسبه لي 85%. بالمناسبه المهندس سامح ذكري رئيس شركه ارتستيكو للاساس المكتبي من محافظه المنيا، وهو في الاصل رسام وموهوب، وعشان كده يوميا من 8 الصبح ولغاية 8 بالليل ما بيعملش حاجة غير متابعة التصميمات الجديدة للأساس المكتبي، لدرجة إن كل شهر بيقدم أكتر من قطعة وفكرة جديدة في عالم الأساس المكتبي، وخلال أيام تكون واقع حقيقي بالفعل. النهاردة حضرتك تصميماتك بنسبة كام في المية مصرية؟ يعني مش من كتالوجات عالمية ولا مقاييس معروفة في العالم كله. الحقيقة مفيش ولا تصميم منقول من حد، كله تصميم مصري. بصوا الديزاينز فيها نوعين، في نوع انت بتخلقه من البداية خالص وده مش بتاع حد خالص، وفي نوع انت بتطور عليه يونيفرسال، يعني حاجة عالمية انتشرت على فترات طويلة انت بتاخد ده وبتطوره. فالتيم عندنا بيعجبنا مثلا الموديل، نبتدي نطور الموديل ازاي، ويعني ممكن يعجبك موديل مقاييسه ما تتناسبش مع الجسم المصري مثلا. هي ازاي شطارتك ان انت تاخد الموديل وتطوره بحيث ان هو يبقى يتماشى مع جسمي. بنحاول على جروبات جوه الواتساب مثلا ان احنا يبقى مشتركين مع الشباب، دايما نبعت له الجديد، اتفرج على الحاجات الجديده، اتفرج على المودلز ده عجبنا، خدهم معارض بره يشوفوا اللي بيحصل. طبعا يعني في وقت من الاوقات لما نقدر نعمل كده ده لازم. يعني النهاردة أنت بتشتغل، أنت عايز أولا بتشتغل في فئات عمرية صغيرة، هو مش متعود أنه هو يقعد 8 ساعات على المكتب. فالنهاردة طالع مثلا ترند جديد أن المكتب يبقى adjustable، يعلى ويوطى على حسب القعدة، هقف شوية هشتغل وأنا واقف. ده كان مرفوض في وقت من الأوقات، النهاردة بقي موجود. بقي الموضوع مش مجرد صناعة، هو مجرد حلم أنت عايش فيه كل يوم فيه جديد. إيه الصناعات المغذية اللي أنت محتاجها عشان تقدر تكمل في الصناعة وتقدر تزود المكون المحلي لغاية 98%؟ يعني يمكن أكتر حاجة بشايفها الأخشاب المسطحات زي الميلامين، ودي حاجة من الحاجات اللي بدأت في مصر بقوة، ونتمنى أن هي تغطي ده جزء مهم جدا في الصناعة. الإكسسوار بقى خشب MDF ومتغطي ميلامين، طبقة ميلامين طبعا، والـ HPL برضو فيه ناس بتعمل HPL في مصر. صحيح. ولكن احنا نفسنا نشوف أكتر من مصنع، ونفسنا نشوف مصانع ضخمة تغطي احتياج. احنا سوق كبير جدا، وصناعة الأساس صناعة عظيمة في مصر. أحميك إزاي؟ أنت راجل صناعة وطنية وعندك صناعة وعندك مصنع وعندك عمالة وعندك مكان بتعرض فيه منتجات مصرية بنسبة 100%، ولو طلب منك 1000 مكتب و1000 دولاب و1000 كرسي هتعملهم، هتحميني إزاي؟ الصناعة، الصناعة أو الصانع المصري عايز بابا، يعني إحنا عايزين أب يمسك الصناعة دي. أنا محتاج بمطمن وأنا شغال، مطمن إن أنا هعرف أجيب خامة، مطمن ان انا هعرف استورد جزء مهم، مطمن ان انا هلاقي تمويل في يوم من الايام او قويني ويخليني اتقدم. في فكر اتعمل في وقت من الاوقات الدوله عملته في بلد زي العاشر من رمضان. العاشر من رمضان ايه اللي خلى العاشر من رمضان تقوم على رجليها؟ واحد، اراضي صناعيه مرفقه بشكل كويس، سعرها كويس على دفعات او على اقساط، يعني مريحة للمصنع. لان المصنع النهارده يعني ما اقدرش مثلا ادفع النهارده. الصانع بيشتغل ستيب باي ستيب، يعني الصانع بيشتغل خطوه بخطوه، خطوه بتقود الخطوه، خطوه بتقود الخطوه. التصدير ممكن ياخدنا الى افتتاح مصانع خارج مصر؟ اكيد قدامنا مجهود كبير جدا عشان نعرف نوصل للاسواق ديت في فكر الناس وطلباتهم ايه. موضوع مهم جدا. اخيرا المهندس سامح ذكري رئيس شركة أرتستيكو للأساس المكتبي بيصمم النهاردة 6 عائلات من الأساس، هي دومينو وهي وش الخير عليه وبيزك، ودي من نوعية الأساس السهل الممتنع، وبيصنع منها كميات كبيرة وعليها طلب. وكمان عائلة جت وكواترو، ودي للباحثين عن الفخامة في التصميم، ده بخلاف
عائلات بو وكلاسيكو لمكاتب قيادات الشركات، وممكن يدخل أكتر من طراز في مكان واحد، وعنده فرق من المصممين مهمتهم يقعدوا مع أصحاب الشركات ويعينوا أماكن الأساس المكتبي ويقدموا حلول للمشكلات اللي بتقابلهم في المكان. بجد يستاهلوا النجاح. تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان يشهد احتفال شركة ساينجنتا العالمية بمناسبة مرور 50 عام على تأسيسها في مصر وإنشائها كبرى المحطات الزراعية للتجارب على مستوى العالم في مصر، كما يلتقي السيد حازم سلامة المدير الإقليمي لشركة ساينجنتا مصر والدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.